شو هلو هلو هلا هلا أنا بهاني بالملعب يشرق يغرب مثلكون ترقب رايك يا جمهور أنا بهاني بالملعب يشرق يغرب ومثلكون ترقب رايك يا جمهور هيا 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 سعيد اطلع بانو رحب فيكم مشاهدينا الكرام وحلقة من حلقات برنامجكم الجماهير الرياضي وراهم وراهم شو احنا معاكم كل يوم اثنين في مثل هذا التوقيت على شاشة تلفزيون الراي واجواءنا الجماهيرية اللي اكيد مميزة بوجود جماهيرنا في الملعب وفي بعض الأحيان استضيف ممنين شرفيهم في الاستديو ودائما لقاءات الجماهير تتجدد حسب الميول وحسب التشجيع أكيد إذا كان فريقك فائز أكيد بكل الكلام ثاني وإذا كان الفريق خسران أخذ الآهات والكلام الآخر بنروح معاكم وكالعادة نشوف معاكم أبرز فقراتنا اليوم في وراهم وراهم شو ونرجع لكم احنا ودنا نرد الثلاث نقاط اللي خذوها للحين انا مضايق منها تنطرون ديوان قد ساوي يعطيكم نمايشة المشكلة انه ما يعرفون يشترون اقول لهم يمشون بيوتهم احسن لهم والله حرام عليهم خليهم يمشون شو عندهم جايين شوف مدربنا سابخات واقف يوجه مدرب الغطية ولا توجيه قاعد ما عندهم الوعي بصوب والجمهور بصوب العميد ذهب ما ينقضب ابدا بالمرة ما راح تفوز ولا تحلم بالفوز حلم والله فأنا الحين أخذت السوبر وولي العهد وباخذ الدوري إن شاء الله وكاس الأمير لو نطلع بكاس الأمير يعني نقول حلم نعم نقول نعم. نعم. طلعنا ببطولة رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ومثل ما شفتوا استعراض الفقرات كانت لنا جولتين الأسبوع الماضي في كاميرا وراهم وراهم شو تجولنا في مباراة أكيد كبيرة وجماهيرية جمعت الكويت وجمعت العربي مباراة كانت حماسية بين الفريقين قدر الكويت يتغلب على العربي بثلاث أهداف وأكيد جماهير العربي الكبيرة الحاضرة خرجت خسرانة وزعلانة وأكيد جماهير الكويت عبرت عن الفرح بما أن فريقهم ما شاء الله ما شاء الله عليه متميز في الفترة الأخيرة بحصوله على كأس سيدي سمو ولي العهد وبطولة كأس السوبر وتصدر هذه المجموعة في كأس سمو الأمير وأيضا نتائج المميزة في دوري فيفا لكرة القدم روح معاكم ونشوف إيش قالوا العرباوية وليش زعلانين وش قالوا الكويتاوية وش عبروا عن هذه الفرحة المميزة نروح معاكم ونشوف الكويت والعربي في وراهم وراهم شو ونرجع لكم Thank you.
المحاولة هنا البريتشي، يا سلام إلى جمعة سعيد الآن، يا الله 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 الله، يا سلام، مميز جميل، جمالك جمال، دلالك دلال، يا سلام على الكويت، جماهير الكويت، والهدف الأول 1-0 على العربي. الحمد لله الحمد لله. بس تو الناس تو الناس، بس بشرون بالخير والله. حلو لعب حلو. العربي أحسن من العربي أحسن؟ لا لا الكويت. من اللي ضاغط؟ من اللي ضاغط؟ من اللي قوّل الكويت بس من اللي ضاغط؟ يعني أنا 51% الكويت زين، لا تزعل، 49% العربي. حلو الحمد لله. قفلة اليوم العربي والله، يعني إن شاء الله إحنا نبيض الوي، وإحنا ودنا نرد الثلاث نقاط اللي خذوها للحين، أنا مضايق منها. حلو. إيه إحنا ما لنا ذنب فيها، إحنا لعبنا وفزنا، خذوها من عندنا، حسبونا إحنا خسرانين. جماهير العربي، وهدف للكويت على العربي، وتعودة الكويتاوية يقولون دائما فايزين رايحين رادين على العربي، صح؟ والله كلمة حق تنقال، نادي الكويت بطل السمو، بطل كأس سمو ولي العهد، وبطل السوبر. ليه متى أنت كذي؟ أنت ليه متى؟ إحنا ندري إنه مو بطل. صدقني لو احنا كجمهور ندري ليه متى راح يوصل هالحال، يعني كان ما شفنا حاضرين يعني والله. لاعبين شري محترفين يا بولك، شنو مشكلتك انت؟ ما بقى احد ماشي، ما شرنا يعني، ما لحد الان نبي العله الرئيسيه وين، ما ندري. ما ندري باللاعبين ولا من الجهاز الفني ولا من الاداره، ما ندري يعني، كل شيء قدمنا لهم ما ندري. بس لازم تقتنع اليوم ان انت مو منافس على البطولات، مو منافس لا على الدوري ولا على الكاس. انا شوف، انا قايل لك اياها وقالوا لك اياها باجي اخواني اللي بالرابطه، قالوا خلاص قطعنا شيء اسمه مجاملات، وقطعنا شيء اسمه مداهنه، ما قمنا نجامل، الفريق ما زال سيء. ما زال يعني ما راسك براس لا القادسية ولا الكويت؟ لا نادي الكويت انسى، القادسية انا تعادلت معاه انت هذاك اليوم تعادلت ويا الكويت، كان يوم فايز عليه. اي صح، تعادلت مع الكويت، وتعادلت مع الكويت ببطولة كاس الدوري، فاز عليه بالدوري؟ بالدوري فاز عليه؟ فاز عليك. شلون فاز عليه؟ فاز عليك بالدوري. ما اخذ منك ثلاث نقاط انا بسعيد. اوكي بس بالملعب فاز عليك. ها؟ بالملعب فاز عليك. بالملعب وانا قاعد اليوم شو تقول حق الكويتاويه؟ ها؟ خسران ولا فايز؟ والله ما ايش اقول لهم، قبل كنا نقول، الحين ما نقول شيء يعني. عندك شيء؟ الله يعدي هالمباراه على خير، ان شاء الله نطلع بنتيجه حلوه، ان شاء الله يا رب. جماهير الكويت والامور ماشيه مع الكويت، حلو. العربي يضغط، انت تحط جول، زين. هذا ممتاز. الحين لاعب. العربي احسن، انت تفوز. عربي خشني. طالع شلون قاعد يطلب اللاعبين. حلو، منو منو منو؟ يعني عندك الجمعة حيل حاطين عليه وطق فيه. انت قاعد تسوي فاولات؟ لا فاولات عادية، بس طالع شلون فاولاتهم. تقدر على العربي اليوم؟ لا، عربي زعيم. حلو. زعيم هو نادي كبير، ها؟ ونحترمه. حلو. بس ما يغلبنا. شلون ما يغلبنا؟ ما يغلبنا. انت ذاك اليوم ما فزت عليه بالكاس. ليش؟ كاس ولي العهد ما قدرت عليه. ليش ما قدرت عليه؟ ما تعادلت وياه. كاس ولي العهد هاي لا شويه ظروف. حلو. اي اليوم ظروفك زين. يعني الحين ظروفنا اوكي. جماهير العربي، وتشتري لاعبين، تجيب محترفين، تغير مدرب. مسعود انا جمهوري ليه متى؟ انا قلت لك مسعود ذاك اليوم. المشكله؟ المشكله انه ما يعرفون يشترون. حلو. ما يعرفوني، ما ادري شنو. يعني كل اللي شراه مو زينين؟ اقول لك انا مو قلت لك ذيك مره ان باني وحمد العنزي ما منهم فايده، ليش شارينهم؟ اوكي. نينو زين، هيكيتا ذيك اللعبه زينه، اللعبه سوى قاعد دفاع، شو المشكله؟ شو يسوون؟ يشترون فريق جديد؟ هذا فريق الكويت، شفت فريق نادي الكويت؟ فريق قوي. حلو. وفريق دولي، واحنا شنو؟ احنا وياهم، احنا بالكويت مو برا، والله العظيم مو فريق يمني ولا فريق كويتي، احنا ما يصير فريقنا كذي. ما يعرفون نادي العربي بكوره، ما يعرفون يجيبون لاعبين. يعني مشكله بالاداره، ما تعرف. طبعا ما تعرف تختار. شنو جايبين لي اثنين لاعبين بالي وحمد العليزي ما يعرفون شيء؟ ولعب ماكو شيء، جايبين لي حمد الصانع ايش كبره يقضب هذا جمعة سعيد؟ حلو. وين يقدر؟ هذا طوله مترين وهذا نص متر. حلو. يعني خلاص شيء تخسر ايدك، لا كاس ولا هالفريق هذا، ما اخسر ايدي ونص. جماهير الكويت وماشيه مع الكويت اليوم، واحد امام العربي، بس قدام العربي لا تامن،
صح ولا لا؟ بأفضل حالاتك ما تفوز على العربي. والله العظيم العربي ما أشوف الشيء. شلون؟ والله بعيني ما أشوف الشيء. الله أي أساس؟ 20 لاعب جابوا مدربين ما في لعب. حلو. مو الأول العربي الحين كيتا محترفين. العربي كذي جموع عربة عربة. حلو. والله وداقينهم إن شاء الله. وبرا كأس الأمير. حلو. يبي لهم 10 سنين بعد. لا 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 لا. إيه والله. مو زين الغرور تو المباراة. لا إن شاء الله خاصة بإذن الله. كم الوقت؟ كم تو الناس؟ 20 دقيقة فايزين بإذن الله. حلو باجي تدري كم 60 دقيقة؟ والله ما أشوف. 70. والله ما أشوفهم شيء. والله ما والله ما أشوف العربي شيء. حلو شو تقول حق العرباوية اللي يقولوا راح نفوز؟ ما راح تفوز ولا تحلم بالفوز. حلو. حلم والله. لا بنتي. ولا عقبه بعد قالت بنتي. برا. جماهير الكويت ومستانس اليوم وبهذا الهدف يدفي دفي الهدف بس جو الناس لا تفرح لا تستانس قدام العرب. العميد سعادة. العميد سعادة. حلو. غير القادسية سعادة. لا 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 لا. يعني تخلدوا القادسية. غير العميد سعادة. حلو. القادسية يعني سعادة نفس العميد. لا لا لا, لا. العميد هذا العميد. حلو. عميد أندية الكويت. عميد أندية الكويت. شوف الدقيقة كم 25. حلو. أنا أقول لهم لو يمشون. يعني فزت ما فزت. أقول لهم يمشون بيوتهم أحسن لهم. والله حرام عليهم. خلي يمشون. شو عندهم جايين؟ عربي تغير محترفين. تغير شنو تغير فيه؟ لاعبين كيتا محترفين نينو تغير ما تغير شيء من عندهم مو خلينا احد يجيب ان شاء الله هذا الجول الثاني ان شاء الله الثاني هذا الثاني الله بس مو ناقص هندي مخيمنا ما وقعوا معاه بس حلو. هندي مخيمنا عندهم فلوس كيف ما عندهم شيء جراف ما عندهم فراس ما اعطوهم مستحقات عطهم رساله عطهم اعطيهم رساله والله لو تلعبون وين ما لعبتوا لو تجيبون منهم وتخلون والله ما راح تاخذون شيء كسر خشوم ناخذها اليوم باذن الله باذن الله الى فراس هنا يمر فراس إلى طلال جول الله جماهير العربي و 2-0 مو 1-2 وتقريبا وضع العربي في كأس سمو الأمير صعب والله ليش بعد هذا المدرب انا عندي المدرب والله المدرب المدرب مو زين لا المدرب مو زين ليش الاول تلعب لاعب واحد هجوم بس شو تبي تفوز قام الكويت انت ترى مو فاهم ما يخالف ما يخالف قام الكويت والنعم فيهم فريق يلعب منظم صح بس احنا عندنا لاعبين عندنا لاعبين مقعدهم بالاحتياط ايه عندنا لاعبين زينين ليش جايبهم عيل في لاعبين جايبين من انديه ثانيه زينهم لعبهم ما قاعد يلعبهم حلو يعني بس هاي المشكله الحين والله المشكله المدرب ليش ما تعترف ان الكويت احسن لا الكويت لاعب مو ما لاعب بس احنا شوط ثاني ماسكين لعب كله حلو شوط ثاني بس متى شوف من عقب ما بدل اللاعبين المحترفين الزينين حلو قصدي اللاعبين اللي جايبين من انديه ثانيه حلو. لعبهم شوط ثاني شوف شلون اللعب يعني صار احلى هل انتهى مشوار العربي كاس لا لا ان شاء الله ان شاء الله لا ثاني خساره بعد لا ان شاء الله ان شاء الله في امل ان شاء الله جماهير العربي و2 صفر الكويت لمتى 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 لا يا اخي هذا دوري حتى حق الدوري ما ينفع هذا حلو ايش حق شاري لاعبين شاري اللاعب حاطينهم هذا دفاع ماكو حلو وانا كان شاري نينو انت قاعدين يبون قاعد وانا شنو عيل برازيلي مو دفاع نينو ايش يسوي هذا بروح قاعد حلو شلون يعني المرتده ترد عليهم وهذا حلو ما في يعني شنو حل العربي شنو مشكلة ما عندهم اللواعي بصوب والجمهور بصوب يعني ما عندهم ما عندهم يسوي الجمهور ما عندهم تشالنج ما عندهم تاركت حلو ماكو عندهم شيء يعني جماهير العربي وبلنتي على العربي فراس جول ولا تضيع فراس يقول جول ولا تضيع ضيع جول جول هذا كم ثلاثة ثلاثة ليش ايش فيكم سالفتكم تشتري محترفين تدفع فلوس تجيب لاعبين محليين بعدين اخر خسارتين المدرب الله المسكين هذا ما خسر له هالمرتين صار براسه مو راح صارت براسه طريقته باللعب غلط شنو طريقته شنو تلعب خمسه دفاع ليش حلو ليش تلعب انت خمسه دفاع وي هجمك مو انت علي قام يلعبون على المرتده خلاص ايه؟ انت مش شاط الاول لاعب زين لا دفاع زين بس زين. لو زين ما يلعب خمسه دفاعي لا خمسة ليش ألعب خمسة شلون أفوز لأن الدفاع يخترق شلون أفوز ألعب خمسة ما أقدر أفوز قال لعب لك أربع مهاجمين سوي الشوط الثاني لعبت أربع مهاجمين مسكت الملعب هجمت لكن هم لعبوا على المرتدات حلو. الغلطة غلطة أنت لاعبينك داخل الملعب مو زين تضيفهم مو زين جماهير العربي وثلاثة كم صفر وين اللي بيفوز على الكويت وهذا الرابع
مد ربك ما دش الرابع. لا والله بنشوفه بسعود. انا بقول لك اللاعب يلعبوا عندنا ناقص احنا ما انت لاعب ومطقوك ثلاث صح إيه؟ لعبوا ومطقوك ثلاث إيه؟ لا ما لعبوا ايش سووا كان طق سبع عربي لعب العربي ما يلعب دفاع ولا ما في فاتح اللعب ما حلو. عنده زين الشرميطي وبدر طارق ما لعبوا ولكن صراحة لعبوا ولكن أنا أقول حق المدرب قاعد ينزل لي شو اسمه باني آخر ربع ساعة عندك عبد الله الشمالي وعندك كيتا وعندك شو اسمه حط كيتا والشمالي شلون يعني الحين مو مشترينهم مش حقه عشان تقعدهم أنت ايش حقه شاري لعبه إيه هذا هو قاعد أقول حق المدرب أنا ليش كذي ليش لعبوا والله قاعد يلعبون لكن احنا نقول يعني الشيء اللي ما أقول لك لعبوا أنا أقول لهم لعبوا ألو باي باي كاس الأمير لا إن شاء الله شلون بعد إذا ما تقولك مرتين من كاظمة ما أدري يمكن تعرف برا ولها ظروفها لكن أنا أقول حق الواعي بالعربي عندكم الدوري إحنا نمشي عندنا الدوري لعبتوا دعوة هم بتسوي شيء بالدوري خير دعوة بتسوي شيء بالدوري بالعكس إحنا الحين مزين بهالكاس تسوي شيء أنا مالي شغل أنا ربعي هذول كلهم راح الدوري يكون كل شيء واقفين عندي الحين أنا محمد راح خلاص سيب الكاس لا أنا بالدوري الدوري ما تبي الكاس الكاس بالعكس الكاس إذا يعني خير ونعمة بعد كأس سيدي بارك حق لك والله أبارك لهم أبارك لهم عشان واحد بس عشان علي القلاف جماهير الكويت اليوم استانس من قدك فايز على العربي ثلاثة بعد قايل لك ما ينقضوا بالعميد حلو تدري متى يغلبني العميد ايه؟ إذا جابوا كريستيانو ايه؟ ومارسيلو الله الله عرفت ومدرج كلهم الله يغلبني الله يبو ريال مدريد يعني اي ما يغلبني كلهم مشت معاك اليوم ضايعين بلنتي اي ضايعين بلنتي العربي اربع انفرادات محققه الله حق العربي حق منهم حق الكويت حق الكويت بعد يعني شاف هاي والله العظيم ما يغلبوني ما يغلبوني العميد هذا العميد ذهب ما ينقضب ابدا بالمره بالمره ما ينقضب الله اكلوها يا العرباويه اكلوها اكلوها سنة الجاية سنة الجاية ان شاء الله هلا كاس راح يعني ورايح من زمان كاس يقولك يبون الدوري رايح الدوري ايه عرا عليهم كاس يبون الدوري حاطه تحت الدغي الدوري وامشي فيه حلو عط رسالتك حق الكرش تقول لهم الكويت جاي ها الكويت جاي الكويت جاي ما حد يقضبه بس ما حد يقضبه فعليك هذا العميد معنا المشجع الكبير العرباوي ابو عبد الله جواد قبقب والنفسية لا لا شيء تعبانة طاقينك ثلاثة بعد شوف شوف طاقيني ثلاثة ايه؟ الكويت أفضل مني حلو باي الكويت صراحة أفضل من فريقنا زين وأنت شو مشكلة؟ وإحنا فريقنا مشكلتنا يبي له بعد بعد شنو شارك أنت مو خلي لاعب أنت توك كيف لاعبين من برا ما يتأقلمون ويا الفريق يبي لهم يبي لهم تروح لنا أنت راح عليك كأس ولي العهد راح عليك كأس راح يروحون البطولات ها السنة الجاية إحنا نبي الدوري الحين أنا فقدت من شوف انا كرياضي اقول لك كاس الامير حضر صعب السمو كاس والعد احنا باي باي الدوري اصعب بس نبي الدوري شلون الدوري عمل شلون فهمني الدوري مو اصعب الدوري على الاقل في مجال ايه؟ تلعب يا فريق اهون ايه؟ اول مو اول لعبه تلكاس نلعب يا كاظمه بعدين ويا الكويت بعدين ويا السالميه صحيح. ما يصير هذا صحيح. لازم تلعب يا فريق شويه عشان نفسيتك تصير احسن حلو. لو لعبين ويا فريق اهون وقلبناهم كان ممكن متى راح تفوز حق يقول لك متى راح تفوز ما نفوز على الكويت لما نفوز على القاسيه نفوز على الكويت الله وايه بلا سنين بعد بعد اي والله هذه الكره الله ان شاء الله راح نفوز ان شاء الله جماهير الكويت و 3-0 من قدك في اقل من اسبوعين فايز على القادسيه وفايز على العربي والله بالاحلام لو تنام وتقعد ما الحمد لله يعني فوزي على القادسيه اخذت منه بطوله وفوزي على العربي اخذت منه 3 نقاط حلو وان شاء الله هذه النقاط هي تعويضا للنقاط الثلاثه اللي راحت علينا اي راحت عليك مالت فهد الهاجري هذا القانون مالهم شيء قانون احنا ما نقدر قانون العربي ما له شيء والعربي هم حبايبنا يعني ما نقدر نقول لهم شيء احنا متصدر بالدوري حلو. ومتصدر بكاس الامير وماخذ السوبر وماخذ ولي العهد إذا ايه؟ انت قاعد تتكلم عن فريق انا اعطيك ايه؟ وباخذ الروضان الخامسه على قولة الريال زين فانا الحين اخذت السوبر وولي العهد وباخذ الدوري ان شاء الله وكاس الامير ما يخلونك مو كيفك دربك السامع من عندك القادسيه العربي القادسيه هالمره بالذات هالمره ايه؟ اذا طلعوا الاول اتمنى الكويت الثاني حلو. واذا طلعوا الثاني اتمنى الكويت الاول نبي نطلعهم قبل النهائي ما بيهم يستمتعون يطلعون النهائي كاس الامير ايه؟ نبي الكويت مع فريق ثاني حلو. فاذا العربي ناوي يا القادسيه قصدي ناوي ياخذ الاول اتمنى الكويت الثاني عشان يجاب له يطلعه قبل لا يروح النهائي الله الله الله. واذا راح النهائي كالعاده
اثنين ثلاثة بلنتيات، فهد الهاجر يقول عليهم، مصعب يصد منهم. المهم أنا قلتها قطعنا الكهرباء والماي على الرأسية. جماهير الكويت وفوز على العربي اليوم وعلم الكويت، حاطين علم. ايه مشت قايل لك انا ابو سعيد. لا مو مشت معك، قايل لك هالسنه هذه رباعيه حق الكويت. حلو. تو الناس بالله الرحمن الرحيم انت ماخذ بطوله واحده؟ لا لا انت ماخذ كاس. انا واثق بفريقي، واثق بفريقي انه رباعيه هالسنه. انا اقول لك هالسنه رباعيه حق الكويت، لا قدساويه ولا عرباويه. حلو. ايش يبيك يعني انت؟ يبيك يبيك برشلونه كلش ماتش بعد؟ لو يبي برشلونه انطقه بعد. ام بعد انطقه؟ لا اي كويتاويه. جماهير الكويت ومبتسم طبعا اكيد وفرحان اكيد، واليوم حلاوه مع الكويت. اكيد. نعم. بعدين انا لو على عصايتي هذه ادش العب مع العربي ايه؟ احط عليهم خمسه بعد. الله الله خمسه الله زياده عفوا عليك. لا هذا هذا العميد، هذا العميد ذاك اليوم تعادل وياه انت. شنو ذاك اليوم تعادل عميد؟ هذا يا حبيبي ما حد يقدر على العميد. ما حد يقدر. كلام جديد هذا؟ لا لا. شنو شنو ليش يعني انت ماخذ بطوله واحده؟ معروف العميد معروف. لا تقول لي العربي القادسيه نصفطهم. الله الله صفطهم. اي السنه مو شايف احد؟ لا مو شايف. شو تقول حق الفرق هالسنه؟ يا ويلكم من العميد. الله. ايه يا ويلكم الكل الكل. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، ومرة ثانية مبارك لنادي الكويت وجماهير نادي الكويت هذا الفوز. نقول هاردك للعربي وجمهور العربي اللي دائما ما يقف خلف فريقه. أمس لعب العربي مباراة في كأس سمو الأمير وفاز، وأيضا الكويت أمس فاز. وضع العربي محتاج مساعدة صديق، يعني لازم الكاظمة يخسر مباراة ويتعادل مباراة، ويجب على العربي أن يفوز في كل مبارياته. هو في هذا الموضوع يتأهل العربي كفريق ثاني، يعني وضع العربي يبي له يفوز كل مبارياته ويخسر كاظمة مباراة ويتعادل مباراة. وإلى الآن الأقرب إلى تأهل هو كاظمة مع نادي الكويت من هذه المجموعة. المجموعة الثانية يتصارع فيها القادسية مع التضامن على صدارتها، وكالعادة القادسية والتضامن في الصدارة، باقي الفرق يعني قاعد يحاولون أنهم يجارون القادسية ويجارون التضامن. القادسية قدر أن أهوى يفوز على صليبيخات بعد مباراة صعبة بهدف مقابل لا شيء. كان هناك نقص في لاعبين القادسية بسبب الظروف الموجودة الآن في سواء اللاعبين القادسية. جمهور القادسية واضح أنه مو راضي عن إدارة الفريق بالذات وعن الفريق، وهذا ما شفناه في خلال الأيام الماضية واللي راح تشوفونه الحين من كلام الجماهير في هذه الحلقة. نروح معاكم ونشوف القادسية وصليبيخات في وراهم وراهم شو، نرجع لكم. أمام الثلاثي بلانكو أو ريكاردو بلانكو الأرجنتيني اللي انضم لنادي القادسية مؤخرا، بالإضافة إلى بدر مطوع وعبد العزيز المشعان. جماهير القادسية وظروف القادسية الأخيرة والتعادل في كأس سمو الأمير مع التضامن، وضع القادسية مو زين. المشكلة أعتقد أنها مشكلة إدارية، ما أعتقد أن المدرب يصلح لنادي القادسية. الحين صار المدرب ما يصلح لهذا، وصلك نهاية كأس الأمير كأس ولي العهد. ما اختلفت معك، بس ما عنده حلول. ما عنده عنده لاعبين بالبنش، بس ما عنده حلول. في مدربين يعطيك حلول. حلو. حلول حتى بلاعبين إنه مو مستوى، بس يعطيك فيهم حلول. حلو. عندك مدرب ما بعطي حلول، يعني حتى تبديلاته ما تحس إن تبديلات تعطي حل. يعني أنت الحين عندك ثقة إن داليبور ما يصلح حق القادسية؟ طبعًا. حلو. خلاص من متى الثقة؟ من أي خسارة؟ من يعني خسارة السوبر، بعدين سمو ولي العهد. حلو. والحين على رايك بالتضامن والشباب 1-0 القادسية ليش؟ سوري الصليبخات 1-0 القادسية. هذا مستوى؟ لا هذا مستوى. متى تقتنعون؟
لا 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 هذا مو مستوى القادسيه، مستحيل هذا مستوى القادسيه. كرات العاليه، اللعب عاليه ملعوبه ورصيب الجول. الله 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 الله، قلت لك الكرات العاليه ممكن ممكن من خلالها ياتي الاهداف وتاتي اولى الاهداف للاصفر للاصفر مع اللحظات الاخيره مع الثواني الاخيره لهالمساعد نيدا. راح نشوف لمساعد ندى يتقدم نادي القادسية بهدف مقابل لا شيء. رغم النقص اللي عندي ورغم ضعفي وفريق بدون إدارة، نادي كله بدون إدارة، لاعب سوبر نهائي سوبر ولاعب نهائي كاس ولي عهد، وإن شاء الله بلعب نهائي كاس الأمير. أبي اللي عندهم إدارات وشروا نص لاعبين الكويت ويجيب من اللاعبين اللي قبل كانوا يقولوا القادسيه، كل مصحفيين هم اداريين كلهم يقولوا لاعبين القادسيه الواسطه ياخذونهم منتخب. احنا اللاعبين اللي هم خذوهم الحين احنا مقعدينهم احتياط، واللي نقول له روح ما يقول للمدرب انت يعني حاليا مو محتاج، هم اساسيين عندهم، وين عيل الواسطه ما واسطه؟ هذا القادسيه ابو سعيد، بس لازم بيحوش مدرب شوي شوي. كذا بطولات وين؟ لا ماكو هي بطوله واحده اللي راحت لعبناها نهائي يعني السوبر. السوبر هم نفس الشيء. الدوري الحين الدوري قدامك ابو سعيد، الدوري هذا درب. لا ها تعال، في ناس فرحت انها الثواني ساكين، احنا غير. شنو رسالتك؟ احنا اللي نقول الناس مقامات العربي، ان لم اكن بالصف الاول امام فلا عاد تفرق معي لو كنت قبل الاخير. الثاني والاخير انا نفس الشيء، هني ما تفرق معي، بس انا دائما اطمح للاول. هو فرحان صاحبنا. رسالتك حق من؟ قول لي رسالتي حق اللي قاعد فوق الجبل المسكين. اول شيء الحين طفينا شيشتك العام. الحين باقي ان شاء الله الموسم بدزك اقطك من فوق، بس بس شيء على الخفيف دزه شيء. هو قاعد كلش على طريف دزه. جماهير القادسيه 1-0 للحين، مباراه غير مضمونه. وهل السؤال، هل وضع القادسيه زين؟ والله مو زين. ليش؟ ايش في مشكله؟ ماكو مدرب. المدرب والله يا ابو سعيد، شفت العام يوم خذينا الدوري؟ ها منو خذا؟ اللاعبين. شلون ما يصير بعد تاظم حق المدرب؟ لا لا لا، ظالم اللاعبين. المدرب ياهم نص الموسم زين، من قاعد هو وهم اخذوا البطوله. لا 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 لا، اللاعبين زينين، عرف شلون؟ وين اللاعبين هسه؟ موجودين، بس المدرب قاعد يعافسهم بالتشكيله، قاعد ينزل لي هذا هالصوب هذا هالصوب، يعني رياح تحطها هالصوب. فيصل سعيد تنزله قلب، فيصل سعيد مكان منك باك يسار صح. المدرب قاعد يعافس اللي قاعد يعني، ما يصير مدرب يتشري من مخه، اكيد عنده ظروفه، اكيد عنده اصابات. الحين بسالك سؤال، هو مدرب مو صار مدرب بالقادسيه؟ قبل القادسيه ترى ما كان مدرب عدل، خذ اللاعبين، خذوا الدوري اللاعبين، هم زين اللي خذوا الدوري. من اللاعبين زين؟ اوكي، وين اللاعبين كسنه؟ من هو؟ وين اللاعبين؟ كله اللي اصابات واللي اللي امبارح الاداره، بعد ماني متكلم عن الاداره. كم لاعب بعنا؟ سلطان الظفيري الانصاري، من خيره اللاعبين بالكويت. على هالكلام ما راح تاخذ بطوله. منو انت؟ انا قايلها ومغرد فيها بتويتر، ماكو بطوله السنه. بس وانت يرضيك يا غتساوي تطلع بدون؟ والله ما يرضيني، بس شو نسوي؟ لا حول ولا قوه. ما يرضيني. شنو الحل؟ الحل ان شاء الله المدرب. منو الحل؟ مدرب وتقش الاداره بعد. اي شلون عيل كل شيء؟ اي شلون عيل مو اللي متحكم بالنادي مو الاداره؟ صحيح. هي مو اللي متحكمين بالنادي. اي يعني تسلم بطولاتك السنه حق القادسيه حق الكويت وحق ان شاء الله نقول لو نطلع بكاس الامير يعني نقول الحمد لله وشك نعمه، نقول طلعنا ببطوله. الدوري من ياخذ؟ العربي ولا الكويت؟ لا لا الكويت. الكويت اي طايرين الكويت كلش. انت ما تبي العربي؟ منو؟ ما ودك؟ ما لهم امل العربي. العربي اذا صار لهم امل تمام. ما لهم امل العربي، مبين مبين يعني من العربي جمهور بس، لكن داخل ملعب لاعبين ماكو، حتى هم جمهور العربي. بس مستواكم ولا منو؟ لا 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 اقل اقل، اتعس هي اتعس مستوانا على كثر اللي خذوهم محترفين من برا، اللي ابوهم اللي خذوهم الانديه الكويتيه. من العربي ما العربي يبي له نفضه كامله اكثر من القادسيه. انت اليوم موجود زعلان شنك؟ ها لا، هو القادسيه فريق زين، بس الاداره مو معطى حق اللاعبين والجمهور. الجمهور يعني يحضر وهذا، بس الاداره اللي ما في محترفين يعني، هذا دي سيلفا اول جول ترى بس. ونبي عوده الجنرال محمد ابراهيم. والله تبي محمد ابراهيم زين. انتم مو تقولون القادسيه ما يحتاج محترفين، القادسيه بمن حضر، وين الحين؟ ايش حق جايب المحترفين؟ لا راحوا لاعبيننا كلهم، الظفيدي راح، الانصاري راح، السومه راح، كله راحوا. شو تقول حق الاداره؟ نبي رساله حق الاداره. كفيته ووفيته
نبيكم تضحلون والله بس هذا كلاب الأنف. جماهير غاسية وللحين 1-0 للحين مباراة مو مرضية حق القدساوي. أنت راضي كقدساوي اليوم؟ لا لا ما إحنا راضيين. ليش شو المشكلة؟ هذا مو مستوى فريق صراحة. مش دعوة أنت المباراة طاف سوى شيء نفس الشيء تعادل. شوف كل مباراة لها ظروف أول شيء. حلو. زين. حلو. أول شيء الحين بقول لك كمد أنا أتكلم عن مدرب كمدرب الغاسية. شوف من بداية المباراة أنا أول شوف مدرب ناس سابقات واقف يوجه. حلو. مدرب الغاسية ولا توجيه قاعد. شو المشكلة يعني؟ عنده مشكله مع الفريق ولا شنو؟ مو عنده مشكله مدرب ما عنده مو عن مشكله ما عنده شيء مدرب اصلا خلاص مدرب ما عنده يعني يقول لك انا بجهز اللاعبين خلاص يعني الحين فريق معاه قاعد يلعب مسكر مثل السابقات انا مدرب ما عندي حلول لا عندي حلول عندي مو هذا العام كان مدرب زين وخليته مع الدوري لكل سعود مباريات الحين العام العام غير العام يعني تبين انت تشعب بالامر أوكي. العام كان مجلس اداره واقف مع النادي كان يدعم اللاعبين كان يعني المشكله مو بس المدرب هسه لا 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 الغاتسيه في مشاكل ثانيه اي في شنو مثلا المدرب مجلس اداره نادي الغاتسيه مو انت مثل النادي مو انت مثل الفريق قاعد الفريق قاعد يعطي لا هذا مجهود لاعبين احنا نقول حق لاعبين الغاتسيه انتم ما قصرتوا هذا راح تروح عليك بطولات لاعبين مع احترامنا حق مجهود اللاعبين ما يجيب لك بطولات تبتروح مني بطولات تبتروح تسبه مجلس الاداره اللي قاعد مجلس الاداره هو من تسبب بدمار هذا النادي. جماهير القادسية وفي كيس سيدي سمو الأمير وإلى اليوم القادسية ما هو القادسية اللي نعرفه وين القادسية مال العام وين بطل الدوري وين القادسية وين؟ والله القادسية للأسف يعني من سنة إلى سنة قاعد ينزل خصوصا من السنة طافت لا تنسى أنت سألت سؤال وايد حلو من ساعة قلت مو هذا المدرب اللي خذينا معاه بطولة صحيح السنة طافت نعم ولكن لا تنسى أن هذا المدرب أتى بعد مدرب قدير مدرب راشد ديح اللي أقيل حلو. ابحث عن من أقاله يعني أنت الحين عندك أن راشد بديح كان يستحق أنه يستمر للأسف نعم 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 ولكن للأسف من اللي أقاله هني ابحث عنه الرجل هذا إحنا ما نقول أنه هو عبقري ولكن هذا مساعد مدرب بالنهاية شنو هل هو بمهارة راشد بديح كذلك راشد بديح استلم من بعد منه من بعد محمد إبراهيم وبالتالي كان فريق كان قوي وما نزل مستوى وايد ولكن مع هذا الشخص اللي مدرب داليبور لا بدأ ينزل بدأ يعني ينكشف عرفت عليه؟ زين انت وين واصل وين رايح؟ لي وين بتروح؟ انت قاعد تخسر نهائيين سوبر كاس سمو ولي العهد كاس سمو الامير في مجموعة سهلة اسهل من المجموعة الثانية انت قاعد تتعادل اي بعدين لي وين رايح؟ ما في دوري مو ما عشم سيد الفاضل قادسية رونقه كأكبر نادي في الكويت في كأس التفوق اسأل عن كأس التفوق بعدين سأل مجلس الألعاب أنا بنفسي سألت السيد الفاضل رضا معرفي قلت له أنتوا عندكم خطة لإعادة كأس التفوق قال لي ما عندنا طيب إذا ما عندك أنت خطة شنو عندك خطة حق مجلس الألعاب منها كرة القدم يعني أعطيك أبسط مثال يا أخواني أنا أوجه رسالة إلى السيد محمد بنيان أوجه رسالة إلى الحبيب الحقان أقول له تكفون إحنا في 2012 في بطولة كأس آسيا وصلنا إلى درجة أن كان عندنا 3 صفوف الحين مو عارفين طلعون تنطرون ديوان قدساوي يعطيكم نمايشة تنطرون من شركة ثانية تعطيكم بلانكو تعطيكم كذا وبلاش أنتوا عندكم مواهب أنتوا بدأت تعطون الأندية خلوا استراتيجية خطر في كل العاب راح الدوري راح كأس التفوق أفضل نادي وما عندنا خطة نعيدة فضلك كرة القدم جماهير القادسية وانت هني قاعد وافتح لي الكاميرا شوية شوف هذا هني كويتاوي وهني شنو؟ انت وضعك سيء شايف من احسن انت ولا هو؟ احنا عربي ولا القادسية؟ احنا العربي احسن القادسية؟ ايه هلو مشكلة طبعا انت كويتاوي مستواك ثابت خلي شكلون اثنينهم منتخب يجون يبارون الكويت الله 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 ايه شفت شون الكلام كثر عن القادسية والشماتة وايد عن القادسية ليش؟ ليش القادسية وصل إلى هذه المرحلة؟ قلتها وأقولها القادسية إدارة الفريق مو إدارة النادي أوكي. اللي هو بنيان والحقان واللاعبين والجهاز الطبي بس إحنا مشكلتنا بالإدارة الإدارة لو توخر ويعطيهم الصحة والعافية غيرهم يجون من الشباب من الطاقات الشبابية يجيبوا لك بطولات وين بطولات العام شو العام يا أبو السنة هذه صعدوا أنا قلت لك إياها محمد بنيان والحقان واللاعبين بس مو الإدارة إدارة الفريق إذا بتكلم عن إدارة الفريق اللاعبين هم يعطيهم الصحة والعافية بالله نادي القادسية نادي كبير هذا محترفين
والله لاعبين هم احسن منهم. وين الفهد؟ وين طلال العامر؟ هذول جهزوهم حطوهم الحين. الرياحي حاطينه باك يمين، ليش حاطينه باك يمين؟ عندك لاعبين من 19 صعدوهم يا اخي، اعطوهم لاعب لاعبين صغار تقولون ما في فرصه للتعويض، اذا ما لعب ما حد يقول، ما حق الجمهور القادسيه ما يقول فرصه للتعويض. نعطي احنا لاعبين، نعطي لاعبين مجال، مجال للاعبين، لاعب لاعبين. احنا طلعنا رضا هاني وطلعنا زين، ليش اداره الفريق ما تتدخل؟ محمد بنيان حقها ليش ما يدخل؟ تعبوا وطلعوا وقالوا وتكلموا ما في شيء. هذا مدربنا قاعد الله بالخير، طول المباراة قاعد ما شفته، والله عبالي بالبيت، والله عبالي رايح البيت ما في احد، والله العظيم يعني بس اشوف الحقان وبنيان هم اللي يوجهون. تسلم حق منو هالسنة الدوري؟ حق العربي ولا حق الكويت؟ ولا الكويت ولا اي نادي، دوري موجود اللاعبين ومحمد بنيان والحقان حق القادسية. حلو، شو تقول له؟ كويتاوي انت. دوري وين؟ دوري بكيفان، خالصين. ما يتعب نفسه عيل. خالصين، لا يتعب نفسه نهائيا، خلاص. العربي هل عندك كلمة ولا لا؟ ما راح تاخذ لا ان شاء الله. ان شاء الله انت واثق فريق؟ اي نعم. احسن من القادسيه احسن من الكويت؟ اي احسن من الكويت. القادسيه افضل، والعرب يقول لهم يعطيكم العافيه السنه، صفطوا فنايلكم قعدوا، مو تاخذون لاعب الحصن اللي جايبينه العراقي او لو تاخذون اي لاعب تبونه ما ماكو فايده، ماكو فايده فيكم. الفك الاصلي والمحتسب خلاص ينتهي في هذه اللحظات، وكره تصل وتصل لدا سيلفا. دا سيلفا التهيئة من دا سيلفا وتمور مرة ثانية في الأمام خطرة، ولكن تصل وصافرة النهاية تأتي في هذه اللحظات لتعلن عن فوز نادي القادسية بفوز صعب وأمام نادي استبيخات اللي قدم مباراة كبيرة. جوائر القادسية وواحد صفر وعلى البركة انتهت هذه المباراة. ها زين، يوم تتعادل يوم تخسر يوم توز واحد صفر تصاعديا شوي سعيد شوي 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 متى تصيرون نفس الكويت؟ سؤال لا 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 سعيد الكويت الكويت يفوز ثلاثة وعلى منع العرب ابو سعدني خلنا ما اخذ كاس سوبر ما اخذ كاس الامير خلنا رجع ابو سعيد الحين فرصتك يلا يقول لي الكويت فردود عليهم ان شاء الله عندي حساب وياك البغل يامون عليك ان شاء الله بالنسبة لمباراة اليوم للأمانة صح احنا ادينا مباراة متواضعة جدا على إمكانياتنا الموجودين صح كلامك ما عندنا لاعبين يطلعوا لاعبيننا وكذا بس القادسية ما يوقف على اللي راح نهائيا هذه نقطة. نقطة ثانية يا أبو سعيد شوف 13 نادي للأمانة كان كل حين 14 نادي ترى من كل نادي فيه القادسية لابد هذا الشيء زين شو الفائدة وبعدين فائدة الحمد لله رب العالمين تقول الحكي يطلع كاس ولي العهد يطقونك بالنهاية تروح السوبر ياخذون السوبر منك ما يصير بسعيد بسعيد انت بدوري كم مركز زين اسمعني كم مركز سعيد الدوري تو الناس وقال قسم ثاني بعد وللحين ما خلصنا قسم الأول واحد القادسية قاعد يبيع لاعبينه اثنين القادسية قاعد يوزع لاعبينه ثلاثة فوق كل هذا القادسية قاعد يوصل منصات أربعة القادسية راح يوصل النهائي بكاس ولي العهد وصل النهائي كاس الأمير حاليا متصدر والدوري بينه وبين المتصدر ترى ثلاث نقاط أو أربع نقاط بينك وبين العربي ثاني يا معود العربي لا لا لا, لا تحكي على العربي الحين العربي خلاص شنو رسالتك لي ميت الضرب الميت حرام رسالتك رسالتي طويل العمر ان شاء الله باذن الله الواحد الاحد كاس الامير راح نعوض وراح ناخذ باغلى اغلى الكؤوس الدوري باذن الله راح ناخذ الدوري ونقول حق البغلي البغلي ترى مشجع كويتاوي مشجع كويتاوي البغلي وانا امون عليك وتعرفني انا منو اقول لك لا توصل للقادسيه ولا توصل مواصل القادسيه القادسيه ولاد لاعبين القادسيه يعطيكم انتم لاعبين اذا بغيتوا وللعلم غير المحليين يعطيكم الدوليين الدوليين اللي يتمون عند القادسيه عقب ما يستهلكون القادسيه يعطوكم ياهم للعلم جماهير القادسيه وانتهت المباراه 1-0 وعدت بسلام الجاي حق القادسيه شنو عندكم الكل يقول القادسية مو زين، أنت حتى جمهور القادسية تقول مو زين. صح صح، اليوم ما في مباراة، أنا ما شفت مباراة، ما شفت متعة أصلاً. ما شفت مستوى. أصلاً أتحسف إني حاضر المباراة هذه، وأتحسف إني أشوف لاعبيني بروح هذه الهزال. طبيعية صار لهم كم مباراة. مو 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 هذا روح القادسية للأسف، يعني أنا قاعد أشوف نتائج القادسية في السابقة التعادل والخسارة هذه للأسف، للأسف يا أبو سعيد أن نوصل لمرحلة حالياً أن ما عندك روح. حق شيء وما عندك طموح حق الفوز عرفنا ان تشيل القادسيه شنو المشكله شنو الحل في حل والله يا ابو سعيد تعبنا احنا نقول المشكله مش على مشكله الاداره الموجوده حاليا توني قاعد اكلم حسن ابو الحسن نفس الكلام واعذارهم مهمية ان القادسيه بطل ما يحتاج محترفين القادسيه لا والله القادسيه يحتاج مو يحتاج محترفين يحتاج حتى لاعبين محليين القادسيه الحين مو مقبل على اي بطوله القادسيه حاليا اسوا موسم شفته في حياتي لنادي القادسيه هالموسم هذا لا اداره
لاعبين ما عندهم طموح للفوز. قبل نعول على جمهورنا الحين، الجمهور تعب ما قام يحضر، الجمهور ما ألومه، وللأسف يجي يطلع شخص من الإدارة يتكلم على الجمهور ويقول الجمهور الغلطان. لا والله أنت الغلطان، وانت واللي معاك موجودين لازم تخدموا استغالاتكم. انتم وجودكم للاسف فشل وسوء لاداء النادي الغادسيه. الغادسيه حاليا حتى بالواحد صفر والله عندنا هجمات كانت بتنتهي تعادل. انا اشوف بعض اللاعبين كانوا بيعاقبون مجلس اداره في هالنتائج هذه، وللاسف واضح ان في بعض اللاعبين كان ودهم، ممكن كان ودهم، كان يعني كان ودهم نطلع بهالصوره هذه عشان الاداره تحس، لكن الاداره ما راح تحس لان ماخذينها وراثه على النادي، ماخذينها كراسي قاعد يقتدون فيها. بياخذون منك دوري السنه؟ ماكو دوري السنه، ما تقدر حتى على كاس. احنا القرعه اللي خدمتنا حاليا كاس الامير وكاس العهد، وصلنا النهائي ما راح نلعب دوري رايح العربي الكويت، ما في ولا بطوله نادي الغاسي هالسنه. لا العربي بعيد عن البطولات، احنا ما قاعد نتكلم. خليك بحالك شباب، حالنا انت قاعد تسالني عن العربي. العربي ممكن يكون بس شو 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 ويطقونه نفس الكويت 3-0 على راسه. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد ما شفنا المباراة لجماعة القادسية وصليبخات. نقول مرة ثانية مبروك للقادسية وجماهير القادسية، وهارد لك لصليبخات هذه الخسارة. فريق شاب ومدرب طموح، اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. مثل ما شفت وضح من جماهير القادسية انهم معاجبهم المدرب وعندهم مشكلة مع الإدارة بسبب نقص اللاعبين، بسبب عدم جلب المحترفين المميزين، وهذه حال جماهير الأندية اللي تعشق فرقها. والحلو والمميز انه يعني رغم هالانتقادات اللي تشوفونها، الحمد لله ما في احد يعتب علينا من سواء مجالس إدارة سواء العربي اللي كانوا دارته ينتقدون بالفترة الماضية بطريقة كبيرة، وايضا القادسية طبعا كل الشكر لهم اللي يتقبلون كلام الجماهير. وايضا سمعنا في الايام الماضية كان في اعتصام لجماهير القادسية، نتمنى الحال يتعدل، ونتمنى ان حتى يعني تكون هذه الالتفات مو فقط من إدارات الأندية، حتى من الحكومة بالالتفات إلى الرياضة. قاعد نشوف الجمهور اللي حاضر في ظل المستوى المتواضع لسواء نشاطاتنا المحلية سواء الدوري أو الكاس، ونظرا للإيقاف الدولي نشوف الجمهور يحضر بوجود ملاعب صراحة ما تصلح أن الجمهور يحضر، ولا أماكن نظيفة حتى الواحد يحضر فيها وشاهد مباراة. أتمنى من الحكومة الالتفات شوي حق الرياضة، بناء الملاعب يستاهل هالجمهور اللي تشوفونه متحمس معانا ومعصب وكل شاد حيله على فريقه، يستاهلون أكثر. راح نتم إن شاء الله في وراهم شو منبر الجمهور الأول اللي نفتخر أن احنا دائما نكون صوت الجماهير في الكويت، وإن شاء الله قريبا نصير في الخليج والوطن العربي والعالم إن شاء الله. دائما نقول لكم تذرونا وترقبونا وتابعونا في وراهم شو، ومع السلامة. وراهم شو.